انا ليلى عز الدين، عايزه ابلغ عن جريمة قتل. 8 شارع عمان، التجمع الخامس. لازم اعمله من زمان. كفايه غلط في حق نفسي، مش كفايه اتجوزت واحد زيك وكمان عايز تموت لي ابني؟ انا هوريك يا يوسف. هو انت بتعملي ايه؟ انت اتجننتي؟ في 60 داهيه في هدوم يا يوسف. ليلى ليلى ليلى، انت لازم تفهمي وتقدري الموقف اللي انا فيه. اقدر ايه؟ انت واضح ان انت ما بتشوفش انت بتقول ايه. انت عايزني اموت ابني؟ بدل ما تبقى عايز هو يتولد ويتربى وسطينا تقول لي اقتليه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان فيلا وعربيه وشويه فلوس؟ حرام عليك يا اخي. مش هتخرجي يا ليلى. لا خارجه يا يوسف. ومش بس كده، انا هقول لكل الناس ان انت جوزي واللي في بطني ده ابنك. انا استحملت كتير وما عنديش استعداد ان انا استحمل اكتر من كده. انا استحملت نظرات الناس ليا وانا داخله وخارجه وهما بيتعاملوا معايا ان انا مرافقاك. وامي بقى وطقطمها. والله معلش يا ماما، بكره هيتغير. بكره يلاقي لنا حل. ده طيب ابن حلال في الاخر تقول لي اقتل ابني؟ ليلى انا عمري فكرت اني ازعلك. انا بحاول ابسطك في اي لحظه انا فيها معاكي. صدقيني انا هعوضك عن كل ده. تعوضني عن ايه؟ هو انت فاكر نفسك لما بتيجي تقعد معايا هنا شويه يبقى كده خلاص انت عملت اللي عليك؟ اسمع بقى يا يوسف، انا ابني ده عندي بالدنيا وهولده وهيعيش، ومحدش في الدنيا هيقدر يمنعه ان هو يعيش حياته. مش هيحصل. اوعى تفتكري ان الكلمتين دول ممكن يخشوا عليا. انا فاهمك كويس. انت عمرك ما هتاخدي مني الا اللي انا عايز اديهولك وبس. اوعى تفتكري ان العيل في بطنك ده ممكن يخليكي تورثي مني مليم واحد. انت نزوه. عارفه يعني ايه نزوه؟ وخلصت كمان. مش غريبه عليك. اللي عنده استعداد يضحي بابنه يعمل كل اللي انت بتعمله دلوقتي ده. انت رايحه فين؟ اوعى انت اتجننتي ولا ايه؟ مش عارفه انت متجوزه مين؟ اوعى ها؟ فاكره نفسك ممكن تخرجي سهل كده؟ نسيتي نفسك يا امك ولا ايه؟ نسيتي نفسك ها؟ مش عارفه انت ايه ولا ايه؟ انت ولا حاجه. تعال خدوها. ممكن اكلم اهلي؟ اتفضلي يا فندم. الو. ايوه ماما، انا قتلت أعتقد إن حالتها بكرة الصبح هتكون كويسة وتسمح باستجوابها. مفهوم؟ حضرتك عرفت إن هي حامل في الشهر الثالث؟ هنشوف. اللي مستغرب له حقيقي بقى ليه واحد زي يوسف المعداوي ده يعمل كده؟ واحد ربنا مديله كل حاجة، كان عايز إيه تاني ده؟ ما هو اللي زي دول يا فندم بيتهيأ لهم إن هم ملكوا الدنيا وما فيها. طب ليه ما تقولش ان البت دي هي اللي ضحكت عليه؟ على كل حال احنا لسه ما نعرفش. التحقيق هيبين كل حاجه يا فندم. والتحريات يا نادر بيه، اوعى تنسى التحريات ولا ايه؟ بالظبط يا فندم. انا بالفعل كونت فريق للبحث والتحريات هتكون قدام سعادتك خلال يومين.